ووالله العظيم هذا الرجل اسمه محمد المنتصر الإزارك يدعو إلى الكفر بالله، يقول في التلفزيون، في التلفزيون قال: يجوز أن تطوف بالقبة كما تطوف ببيت الله، في التلفزيون. أليس هذا هو الشرك؟ أم هناك شرك آخر؟ هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الكفر بالله بعينه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما وعدناكم سأواصل في الرد على هذا الرجل الذي ملأ وسائل الإعلام عندنا في السودان. والسبب في هذه المواصلة على الرد لأن الرد على أهل البدع والزيغ والضلال واجب باتفاق العلماء والفقهاء والمسلمين أجمعين، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولأن الله تعالى أمر بتغيير المنكر، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس إذا رأوا الظالم والضال يضلل الناس أو يظلم المسلمين ولم يردوا أو يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم جميعاً بعقاب حتى لو كانوا مسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يمنعوه من الظلم، ومن أظلم الظلم الإشراك بالله
وهذا الرجل ينشر الشرك بالله تعالى. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا خرقاً في نصيبنا من السفينة، يعني من الأسفل، فشربنا الماء كان خيراً لنا ولم نؤذِ من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا، أي أن يخرقوا السفينة ليشربوا الماء من البحر مباشرة، فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا وهلكوا جميعا، الأعلى والأسفل. وهذا مثل من وقع في الضلال ونشر البدع والخرافة، ومثل من رآه وكانت عنده القدرة في الإنكار عليه والرد عليه وسكت على هذا الباطل وكتم الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا من خرق السفينة لهلكوا وهلكوا جميعا. فتهلك جميع الأمة في دينها وتهلك جميع الأمة في دنياها لو تركوا أهل البدع وما أرادوا، لو تركوا أهل الشرك وما أرادوا، لو تركوا أهل الضلال وما أرادوا، لهلكوا وهلكوا جميعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أخذوا على أيديهم، أنكروا عليهم، بيَّنوا لهم البدعة والضلال والشرك والتوحيد والإيمان والإسلام، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا، لنجوا ونجوا جميعا. إذن الذي يرد على أهل البدع يريد النجاة للأمة، والذي يسكت على الرد على أهل البدع يريد الغرق والهلاك والضياع والفساد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين يقولون للدعاة إلى الله: أنتم لا هم لكم إلا أن تتكلموا في الناس. والله الدعاة إلى الله الذين يبينون الشرك والبدع والضلال لا يريدون إلا الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن هذا الفساد إذا انتشر وهذه الكفريات إذا انتشرت واعتقدها الناس في أرض الإسلام ضاعت الدنيا وضاع الدين، ضاع الاقتصاد وضاع العسكر، وضاعت كل المصالح. ألم تسمعوا لقول الله جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد، ظهر الفساد في الأموال والأولاد والدنيا والآخرة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس من المعاصي والبدع والشرك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألم تسمعوا لقول الله جل جلاله في قرآنه في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها، ضع خطا تحت هذه الجملة من الآية، تحت هذه الآية، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ومن قبل ذلك: قرية كانت آمنة لا حروب فيها، فيها السلام وفيها الأمن، مطمئنة فيها الاطمئنان، ويأتيها رزقها من كل مكان.
ماذا حدث؟ ماذا فعلوا؟ فغير الله الرزق إلى الجوع، وغير الله الأمن إلى لباس الخوف. ماذا فعلوا؟ فكفرت بأنعم الله. ووالله العظيم هذا الرجل اسمه محمد المنتصر الإزارك يدعو إلى الكفر بالله، يقول في التلفزيون، في التلفزيون قال: يجوز أن تطوف بالقبة كما تطوف ببيت الله، في التلفزيون. أليس هذا هو الشرك؟ أم هناك شرك آخر؟ هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الكفر بالله بعينه. لأن النبي، لأن الله تعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت، بالبيت، بالبيت العتيق. في التلفزيون. أنا لا أدري أين ذهبت عقول الإعلاميين، لا أدري أين ذهبت، لا أدري أين ذهب الدين، لا أدري أين ذهبت الغيرة على كتاب الله، أم الغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يترك هذا الرجل فينشر الكفر وينشر الشرك وينشر الضلال لنسائنا، لأمهاتنا، لزوجاتنا، لبناتنا، لأولادنا، لأمتنا الإسلامية، ولا أحد يتكلم. والأغرب والأعجب، بل أعجب العجب، أن بعض الناس ينكرون علينا أن ننكر عليه الإشراك والبدع والضلال، ولا ينكر عليه هو أن ينشر محاربة الله، يحارب الله، يحارب رسول الله. والله لو قام رسول الله من قبره الآن وعاد حياً كما كان لقاتل هذا الرجل بالسيف يقتنع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة بدر، ولما غزا غزوة أحد، ولما غزا الخندق والأحزاب أو تبوك أو غيرها من الغزوات، غزاهم لأقل من هذا الشرك الذي يدعو إليه هذا الرجل. وإن كان شركاً أكبراً الذي وقع فيه المشركون من قريش وغيرها، ولكن الذي يدعو إليه هذا الرجل هو أكبر من شرك قريش، لأن قريشاً المشركين منهم كانوا يطوفون بالبيت العتيق. والله لا نعلم في التاريخ ولا في القرآن ولا في الأحاديث ولا في السيرة أن المشركين الأوائل الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحداً منهم طاف بقبر أو قبة، وهم كافرون وهم مشركون، ما طافوا بقبر فيما أعلم أنا والله أعلم، كما يدعو هذا الرجل محمد المنتصر الإزارك إلى الطواف بالقباب والأضرحة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال محمد المنتصر الإزارك: وليطوفوا بالقبة العتيقة. الله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونشكو أمرنا وضعفنا إلى الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وآله وصحبه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير خلق الله الذين اصطفى نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد: وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنة، آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ماذا حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع،
وهذا ما سيحدث لنا إن سكتنا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، السبب بما كانوا يصنعون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. السبب فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآن حصل غلاء في الأسعار وندر في بعض المواد البترولية كالبنزين وغير ذلك، وحصل ما حصل من الاقتتال والمشاكل. السبب هو هذا الرجل وأمثاله، لأن الله لما عاقب قريشاً في تلك الآية وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة، لأن قريشاً أشركت بالله، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم لجميع القبائل ولجميع العرب الذين أسلموا به وآمنوا به، أعلن لهم أن يقاطعوا قريشاً في الأرزاق وفي الاقتصاد وفي الأموال وفي الطعام وفي الكساء. فمرت على قريش 7 سنين عجاف، قال المفسرون فكانوا يأكلون الجلد ويأكلون الكلاب المتعفنة الميتة ويأكلون الصوف المخلوط بالدم 7 سنين، لأنهم أشركوا بالله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وفوق ذلك جاعوا جميعاً حتى هزلت أجسامهم. لذلك قال الله لباس الجوع، لباس الجوع، قال المفسرون لباس الجوع لأن جسدهم من الخارج تغيرت ملامحه من شدة الجوع، فصار شكلهم بعدما تغير على الشكل الأول صار كاللباس الذي لبسوه من جديد. فانظر إلى هذا التغير. وفوق ذلك كان الواحد منهم إذا نظر إلى السماء ينظر إليها وكأنها دخان، وهي ليست بدخان، ولكن المشكلة في عينيه بكثرة وشدة الجوع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، السبب لأنهم أشركوا بالله، وهذا الرجل قد فتحت له معظم وسائل الإعلام، الصحف إلا من رحم الله، التلفاز والقنوات إلا من رحم ربك، الراديو بإذاعاته إلا من رحم ربك. وهذا الذي يدعو إليه هذا الرجل أعظم من الزنا، وأعظم من قتل النفس، وأعظم من اللواط، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من المسكرات والمخدرات ومن كل شيء، لأنه شرك. وقد قال تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووالله لو فعلت ما فعلت، زنيت، سرقت، شربت الخمر، قتلت، فعلت فعلت، وتبت إلى الله قبل الممات غفر الله لك ذلك كله. أما إن أشركت بالله كما يدعو إليه هذا الرجل وغيره من الدجاجلة والكذابين ومت على الإشراك بالله، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يوجد، ولا يوجد في الإسلام ذنب أعظم أو أكبر أو أخبث أو أفظع من الإشراك بالله وعبادة غير الله. يقول هذا الرجل
في حلقة تلفزيونية وهي على قناة أم درمان، وعندي موثق بالفيديو، يقول: يجوز لك أن تقول يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان أغثني، إلى آخر ما قال. وقد قال ربنا عز وجل: فلا تدعُ مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعُ مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو، ومن يدعُ مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يا أيها الناس ضرب مثلًا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله رسول، نبي، ولي، صالح، رجل، امرأة، دعوته من دون الله، دخلت في هذه الآية. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له. ومعنى ذباباً، ذباب ليس جمعاً في اللغة العربية، وإنما هو المفرد. لن يخلقوا ذباباً يعني ولا واحدة، ويجمع الذباب على ذب أو ذبان، أما مفرده ذباب، هذه الواحدة، وهذا هو الصحيح في اللغة العربية. لن يخلقوا ذباباً واحداً ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله واعتقدتم أنهم أولياء أو أنهم صالحين لن يخلقوا ذباباً ولو واحداً، هكذا قال الله، لست أنا، ولو اجتمعوا له جميعاً لن يخلقوا ذباباً واحداً. وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه، أليس هؤلاء بضعفاء؟ أليسوا بضعفاء؟ قال الله لن يخلقوا ذباباً، قال الله ولو اجتمعوا له، قال الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه، فكيف يقضون لك الحاجات؟ كيف؟ كيف ينزلون لك الأمطار؟ كيف يخلقون لك الأولاد أو البنات؟ كيف يهبونك الولد والذرية؟ كيف يعطونك الأرزاق؟ كيف يكشفون عنك الضر ويزيلون عنك الهم؟ كما قال قائلهم: مريدي لك البشرى تكن على الوفا، إلى أن قال: وإن كنت في هم وكرب فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. يا ناس، يا أيها المسلمون، هذا الشرك الذي يدعو إليه هؤلاء لا ذنب مثله، لا ذنب بعده، لا جرم فوقه، لا كبيرة مثله، فلماذا لا تتكلمون عنه؟ ألا تخافون الله؟ ألا تخشون الله؟ ليس هناك ذنب أعظم من أن يجعل العبد مع الله إلهًا آخر، وهذا الرجل المدعو الإزارك يدعو إلى الشرك. وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه، قال الله تعالى: ضعف الطالب، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا من أوضح الكلام الذي لا يحتاج إلى تعقيب ولا بيان، والله يحكم لا معقب لحكمه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.